لا تتوقف حركة النشاط الملاحي والتجاري بميناء المكلا، فالسفن التجارية بمختلف أنواعها وأحجامها باتت زائرا يوميا للميناء وأرصفته. فمنذ إنشائه قبل أكثر من 3 عقود، وميناء المكلا يكتسب أهمية اقتصادية كمنفذ بحري تجاري وحيد لمحافظة حضرموت على خارطة التجارة البحرية الدولية المارة في بحر العرب والمحيط الهندي. لا زال ميناء المكلا يتزايد نشاطه بمختلف البضائع، فالمؤشرات في 2017-2018 طبعا تدل على نسبة هذه الزيادة. جينا إلى جانب الحاويات، مع العلم أن المكلا ليس مخصص لاستقبال الحاويات، هو ميناء عام، لكن في وجود الخطوط الملاحية 4 اللي معنا ارتفعت عدد الحاويات عندنا من في 2017 من 26,000 حاوية إلى 28,000 حاوية في 2017-26 و2018 اللي هو 28,000 حاوية. السفن الخشبية التي تنقل البضائع التجارية والمواد الغذائية كالأرز والدقيق من الهند وباكستان مرورا بالخليج وسواحل عمان ودول الساحل الشرقي الأفريقي تشكل الوسيلة الأهم لحركة نقل البضائع، حيث تشير الأرقام أن أرصفة ميناء المكلا استقبلت خلال العام الماضي قرابة 2,000,000 طن من البضائع. السفن الخشبية التي الآن يعتمد عليها جميع تجار حضرموت والتجار اليمنيين باستيراد بضاعتهم على هذه البواخر، كونها تمثل سرعة في النقل من جميع المواني المطلة والقريبة من اليمن ومن الهند وباكستان ومن الصومال أيضا، حتى وصل النشاط التجاري في ميناء المكلا من المواد التجارية التي تنقلها هذه السفن الخشبية بما يقارب 2,000,000 طن للعام 2018. التزايد المستمر في حجم النشاط الملاحي والتجاري للميناء المكون من رصيفين اثنين فقط دفع بمؤسسة موانئ البحر العربي المشغلة للميناء إلى إعداد خطط استثمارية لزيادة أرصفته أو توسيعتها وإدخال معدات ثقيلة وآليات جديدة لمناولة الحاويات. بلغة الأرقام فإن 600 سفينة رست في ميناء المكلا خلال العام الماضي، وهو رقم يشير إلى حالة التزايد في النشاط التجاري والملاحي للميناء، ما يدعو السلطات بالمدينة إلى الإسراع في تنفيذ خططها الإسعافية لزيادة أرصفة الميناء وتوسعة ساحته. محمد اليزيدي لقناة بلقيس من ميناء المكلا.